عبر الهاتف من القاهرة ينضم لنا الدكتور ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجامعات المتشددة. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن ظواهري هاجم من جديد تحرير الشام، نفى فك الارتباط بتحرير الشام أو النصرة، يعني إلى أي مدى هذا يدل بأن الحرب ما بين الظواهري والجولاني باتت مفتوحة؟ بداية لابد أن نؤكد على حقيقة هامة جدا، وهي أن هذه التنظيمات دائما ومنها تنظيم القاعدة تنظيمات انشطارية، يعني دائما ما تنشطر، دائما ما تتصارع على القيادة، دائما ما تختلف على الاستراتيجيات وعلى الايديولوجيات. هذا ما حدث ما بين تنظيم القاعدة وداعش في البداية وداخل القاعدة الآن. ليست هذه المرة الأولى التي ينشطر فيها تنظيم القاعدة، من قبل في أفغانستان انشطر هذا التنظيم فيما يسمى الخلاف حول تكفير أعوان الحكام، وانشطر أيضا في السودان وقامت معارك بين هذا التنظيم. المسألة السورية حدث فيها جدل كبير جدا داخل تنظيم القاعدة ما بين شرعيين وبين رؤية تتحدث على أن تكون جبهة فتح الشام هي جبهة داخلية لا حدودها هي الدولة السورية، وتكون ملتزمة بالثورة السورية على نظام بشار الأسد، وما بين من لا يريدون فك الارتباط بتنظيم القاعدة ويتحدثون عن عالمية التنظيم وعن عالمية الحركة والخروج خارج إطار الحدود السورية. سامي العريدي الشرعي التنظيم واحد قيادات التنظيم، أبو همام السوري، هؤلاء كلهم، وكان منهم أيضا أحمد سلام مبروك الذي قتل، أحد القيادات المصريين في جبهة النصرة سابقا، أيضا له هذه الرؤية، رؤية عدم فك الارتباط ورؤية أن تكون الجبهة تابعة لتنظيم القاعدة ومستمرة. لكن في الحقيقة كان أبو محمد الجولاني كان يرى عكس ذلك، كان يريد الانفراد بالقيادة، كان لا يرى باستمرار تبعيته لأيمن الظواهري كما فعل من قبل مع أبو بكر البغدادي، ودعمه في ذلك أيضا أبو بصير الطرطوسي أحد الشرعيين الكبار والمنظرين للسلفية الجهادية، ودعا أيمن الظواهري أن يترك أبو محمد الجولاني ويترك هذه الجبهة. من هنا وصل الخلاف بينهما إلى حد يعني إقليمي تدخل فيه أبو ماري القحطاني الشرعي الكبير لتنظيم القاعدة في سوريا، محاولا رأب الخلاف، وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني في الأردن. هذا طيب دكتور، أزمة البيعة وما يريده الظواهري وما يعلنه من نفي بفك الارتباط بالنصرة أو تحرير الشام وبعدم نقد بيعة الجولاني، إلى أي مدى يكشف الخلل الذي تعيشه القاعدة؟ إلى أي مدى يكشف الضعف الذي يعيشه الظواهري، عدم قدرته أيضا على السيطرة على التنظيم وعلى فروعه؟ بداية أيمن الظواهري هناك قيادات كثيرة جدا، منهم أبو بصير الطرطوسي، وشرعيين يرون أن الظواهري لا يستحق أن يقود تنظيم القاعدة، وأن القاعدة الآن أصبحت في حضن حركة طالبان، وأن حركة طالبان كان لها مكتب تمثيلي في الدوحة، وأن التنظيم بهذا الشكل أصبح يدور في فلك قطر ويدور في فلك إقليميين وبعض الدول الإقليمية. من هنا رأوا أن الظواهري لا يستحق هذه القيادة، وأنه ضعيف للغاية، وأن التنظيم مخترق بشكل كبير جدا. حدث الخلاف والجدل الكبير على بيعة الظواهري المؤخرة لأمير حركة طالبان، ومن هنا فجرت هذه القضية، فجرت المشكلات داخل تنظيم القاعدة. لكن في الحقيقة هي القشة التي قسم الزهر البعير، الخلافات مستشرية داخل تنظيم القاعدة حول أحقية القيادة، حول من يخلف الظواهري، هل يكون حمزة بن لادن أم يكون غير حمزة بن لادن، ومن هو الأحق بالقيادة الشرعية داخل التنظيم، وحول إرث أسامة بن لادن بالكامل في الحقيقة. تنظيم القاعدة به مشكلات ضخمة جدا، هذه المشكلات تفجر التنظيم للداخل، وهذا هو ما ظهر مؤخرا من إلقاء القبض على عناصر تابعة للظواهري في سوريا من قبل أبو محمد الجولاني. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور ماهر فرغلي، الخبير في شؤون جماعات متشددة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.